بدأ الأمر بالموت. تمت التضحية بالأحباب من أجل النجاة، واستمرت الصراعات الدموية عبر أجيال، جيل تلو الآخر، وهكذا استمر القتال، اشتد الصراع، فأجبر العالم على الانحياز. البعض يقاتل من أجل الثأر، وآخرون من أجل الشرف أو الواجب أو ديون لا يمكن سدادها. كل منهم يعتقد أن دوافعه هي الأصح، كل منهم يعتقد أن عليه الفوز وبأي وسيلة. غريزة القتال تجري في دمائنا، في تاريخنا، إنها قدرنا. ولكن سيتوقف القتال هنا بالنسبة إلى البعض بالمواجهة والاشتباك، بإراقة الدماء، جيل تلو الآخر، وهكذا. جميع أسباب القتال ذات دوافع شخصية.